أيتها السيدات أيها السادة، هل يمكن القبول بالوقوف مع ميليشيا ضد ميليشيا؟ أما أن الموقف الحقيقي أن نكون ضد أي شكل من الميليشيا مهما كان أهدافه؟ ما هي الميليشيا؟ هي أي كلمة بالمناسبة استخدموها الروس حرب الأهلية حرب العالمية، مجموعة من السكان قررت أن تحمل السلاح هيك هلا هيك معناها وتغير العالم بالعنف. عندما تضعف الدولة، عندما يضعف الحكم، عندما تضعف السلطة، بل عندما تنهار السلطة، ماذا يحصل؟ يحصل أن الدولة فقدت قدرتها على احتكار، يعني السلطة فقدت قوتها على احتكار القوة، فصارت القوة موزعة لدى عدد من الجماعات. و عندما تختلف الجماعات مع بعضها البعض أو في نظرتها في أيديولوجيتها، فيصبح لدي مجموعة من الميليشيات متنافية. هلا يصبح المنتمون إلى الميليشيات كل جماعة تذم الأخرى وتعتبر أن هي المنقذ من الضرب. الآن انظروا إلى الميليشيات في بلاد الشام والعراق. بالمناسبة الحشد الشعبي ميليشيا بكل أنواعه ميليشيا، بل إن هذه الميليشيا لا مصلحة لها بقيام سلطة الدولة. لماذا؟ لأن سلطة الدولة تعني احتكار القوة، احتكار العنف، احتكار السلاح، ولهذا هذه الميليشيا لا تريد للعراق أن يكون دولة بمعنى الدولة. ولأن إيران لا تريد للعراق أن تكون دولة، فإنها تدعم ميليشيا الحشد الشعبي بالمال والسلاح. والانتخابات الماضية يعني أبرزت عداء الميليشيا لفكرة الدولة، أبرزت الميليشيات الأخرى المعادية لحشد الشعب وللسلطة. ميليشيا مناهضة لميليشيا الحشد الشعب، في سوريا داعش ميليشيا، النصرة ميليشيا، الجماعات الكردية المسلحة ميليشيا، الزينبيون والفاطميون مش عارف إيش، الميليشيا الشيعية هذه ميليشيا، الجماعة الحاكمة ميليشيا، جماعة أحمد جبريل ميليشيا، لأنه ما عادت بالنسبة لهم قضية دفاع من أجل، حزب الله ميليشيا. نحن نعيش عصر الميليشيات. انظروا، أمريكا تدعم الميليشيا الكردية، روسيا تدعم الميليشيات الأخرى الإيرانية وما شابه،
أمريكا ضد الميليشيا الإسلامية مع الميليشيا الشيعية، تركيا مع الميليشيا الإسلامية ضد الميليشيا الكردية والشيعية، أمريكا مع الميليشيا التي تتكون الآن في الجزيرة. إذن ما الذي يحمل الدول على تأييد الميليشيات؟ هذا هو السؤال الذي يغيب عن الكثيرين. هل يمكن لدولة تدعم ميليشيا أن تفكر بمستقبل المجتمع الميليشياوي اللي كله ميليشيات؟ عادة بتخيل إيه؟ إذن قولوا معي، كل ميليشيا ذات وظيفة مع ذات وظيفة للدولة التي تؤيدها، حتى لو كان لديها الأهداف الخاصة بها. ما من دولة تؤيد ميليشيا إلا إذا كانت هذه الميليشيا تنفذ مصالح خاصة لهذه الدولة. لا يمكن. الآن هناك بعض المصالح المرتبطة بالميليشيا تجد تحققها الجزئي انطلاقا من وظيفتها، وليس انطلاقا من تأييد الدولة لأهداف الميليشيا. لذلك إذا أخذت كل ميليشيا على حدة، تأملوا، شوفوا العلاقة مع الدولة التي تؤيدها. إيران سميتها دولة قمامة، لا تعيش إلا على جثث الدول. انظروا إلى ميليشيا الآن اليمنية الحوثية، ماذا فعلت؟ بدل أن تنتقل اليمن من نظام علي عبد الله صالح الفردي الفاسد إلى حالة الدولة التي تبحث عن عقد اجتماعي، يبدأ ببناء الدولة الوطنية. هو هكذا كانت من رغبة الثورة اليمنية. بدل ذلك نشأت ميليشيا مدعومة من إيران بالسلاح والمال، وحطمت حتى الآن أمل قيام الدولة الوطنية اليمنية الواحدة. قامت باحتلال مدن ومناطق ومحافظات. ما هي الأهداف النهائية للحوثيين؟ أن يحكم عبر القوة السلاح. من هي الدولة التي تؤيدها؟ إيران. إيران لماذا؟ ما هي مصلحة إيران في تأييد الحوثيين؟ أن لا تقوم دولة، تقوم جثة لتحقق أيديولوجيتها على أنقاض اليمن. وقس على ذلك العراق. لا تريد كما قلت للدولة أنت. بالتالي إيران تريد جثة، ما هي دولة قمامة، يعني الضبع هو قمام، الضبع ما بيصطاد قليل، روح وشوف جثة بعدين وش فيها. وقص على ذلك الميليشيات المدعومة تركيا أو المدعومة أمريكية. لذلك لا ينبري أحد ويقول لنا أن هذه الميليشيا حسنة وتلك الميليشيا سيئة. وأقول هنا ما يجب، إن الأهداف العظيمة أيتها السيدات لا تبرر إطلاقاً ولا في أي حال من الأحوال الممارسات الوحشية والمتخلفة الميليشيا. الأهداف العظيمة كلية وليست جزئية. الميليشيا، كل ميليشيا تغني على ليلاها كالجماعة الحاكمة التي تغني على ليلاها.
لذلك سؤال النهضة الوطنية كيف ننتقل من النظام الطاغوتي والنظام الميليشيوي الذي نشأ على أنقاض النظام الطاغوتي إلى مفهوم الدولة الوطنية التي تحتكر القوة من أجل سيادة القانون؟ ما هذا السيادة؟ شو السيادة؟ سيادة القانون. إذا تركنا مصائرنا لأهداف الميليشيات فمصائرنا ستكون تعيسة سوداء سوداء جدا. لماذا؟ لأن الذي يترتب على سلوك الميليشيات تأكيد التذرر المجتمع الطائفي المناطقي الذي أسسته السلطة الطاغوتية للاستمرار فيه. يعني إذا كانت السلطة الطاغوتية قد فتحت السجون وأودعت الناس في السجون بدون محاكمات وعلى هواها وتقتلهم في السجون، فالميليشيات لديها سجون وأيضا تضع المختلفين معه في سجونه. الميليشيات تغتال وتقتل المخالفين. انظروا الآن ميليشيا الحشد الشعبي شو عم بيساوي بالعراق، عم بيقتل مثقفين صحفيين، كل ما هنالك كل تنبهم أنهم قالوا نريد الدولة، نريد دولة مجتمع، نريد عقد اجتماعي. بيطلعوا للميليشيات من أجل إلغاء هذا الهدف النبيل ويختار. على فكرة الاغتيالات هي سمة أساسية من سمات السلوك الطاغوتي بالمطلق. بمناسبة يوم امبارح مرت الذكرى على اغتيال حسين بعدها سيمر هذا يوم على اغتيال مهدي. هذا ليس اغتيال طائفي مناسب، لأنه حسين مروة ومهدي عامل شيعيان اللي اغتالهم حزب الله. هذا اغتيال ميليشيوي لفكر، لحالة، لخطاب يقول نريد لبنان الديمقراطي اللطيف. المقابل أيضا ممكن أن يغتالوا المختلفين طائفيا عنه. بالتالي عندما نجد أن هناك اختلاف بين المثقفين وهذا يؤيد هذه الميليشيا، هذا عيب، هذا عيب. الحقد القومي لا ينتج وطنا، الميليشيا القومية لا تنتج وطنا، الحقد الديني لا ينتج وطنا، العصبيات الميليشياوية لا تنتج وطنا، النظم الطاغوتية لا تنتج وطنا. لذلك يجب أن نكون حاسمين في هذه القضية. عندما تتصارع الميليشيات أيتها السيدات وأيها السادة فإن صراعها ليس صراعنا. لماذا؟ لأن النزعة الوطنية الحقيقية لا تدخل في صراع الأشرار طرفاً في صراع الأشرار، لا تدخل طرفاً في صراع الأشرار. دعوا الشرور تتصارع، لا تكونوا جزءاً من صراع الشرور. كل الميليشيات التي تتصارع شريرة. لهذا فكرة الحزب، النقابة، المجتمع المدني، هذه الأفكار هذه ليست ميليشياوية، هذه أفكار مدنية.
ما هو الطاغوتية شو ساوت؟ دمرت المجتمع المدني، ضعفت الطاغوتية وانهارت شيئا فشيئا، نشأت الميليشياوية على أنقاض المجتمع، على أنقاض الطاغوتية التي ذهنيتها لا تختلف عن ذهنية الميليشيا. الميليشيا لحماية الوطن، بيشوفتوا ميليشيا بتحمي وطن، خاصة إذا كان في دولة، خاصة إذا كان سلطة، شو بدها تحمي وطن؟ الآن وأنا أتأمل، أنا عشت في اليمن وأعرف اليمن، وأعرف صراعات على السلطة التي كانت في الجنوب وفي الشمال مفهومة، يعني موجودة في كل وطن عربي، صراعات على السلطة، كانت الصراعات على السلطة تتم داخل المؤسسة العسكرية، يقتلوا الغشمي، بقتلوا بيجي على عبد الله صالح بيقتل فلان، بيستلم، يكون العصبية العسكرية الأمنية، بيحكم بنجاح. وهيك سوى حافظ الأسد، عصبية عسكرية طائفية، هداك عصبية عسكرية عائلية تنحانية، هيك سوى بن علي طائف مؤسسة عسكرية كانت برقيبة وتهد، وهو عسكري بالمناسبة، كان هيك الصراعات على السلطة تتم بين القوة التي هي نظريا مرتبطة بالدولة، فالعسكريون ينجحون في قضاء على بعضهم البعض. بعد السبعينات يبدو أنه العسكر فهموا عملية الصراع على السلطة، فتكونت المؤسسات العسكرية المتماسكة التي يجب أن لا يبرز داخلها صراع على السلطة. لذلك بنشوفه من سنة 70 تقريبا في سوريا ما صار صراع عسكري باستثناء حركة هذا رفعت الأسد اللي بعد ما مرضى. طيب الآن بالميليشيات صراع على السلطة يأخذ صراع مجموعات مسلحة داخل المجتمع، وهذه ما بتنتهي. شرفوا كم سنة صار لها صراعات في اليمن، كم سنة؟ حوثيون فجأة استغلوا الفراغ في اليمن وهجموا على مدن وقرى واحتلوها، وبدأت الآن هو المؤسسة صحة التعبير دولة يعني تقضي على الحوثيين شيء، بس هذا يحتاج إلى وقت. حوثيون شر، ما في مجال، هي ميليشيا شريرة. بيجوا عم بيعيد لك الحوثيين، ليش تأيدك مثقف؟ بيجوا عم بيعيد لك حج الشعبي، بيجوا عم بيعيد لك النصر الداعي، بيجوا عم بيعيد لك قسد، شو مثقف ولا ميليشيا؟ مثقف وميليشيا ما بصير. وعيد، مثقف وميليشياوي ما بصير، فيلسوف وميليشياوي ما بصير، شاعر وميليشياوي ما بصير، فنان تشكيلي وميليشياوي ما بصير، سياسي وطني وميليشياوي ما بصير. الوطنية قيام الدولة، الوطنية. شكرا ليصدق.